كل ما يطلع الواد اليتيم ده وانا عيط، والناس اللي جنبية يقولوا لي خلاص يا سيد حقك علينا احنا وانا عيط، هجوم الناس اللي قدام والناس قالوا على انا بس يخرب عقلك ده انت مسخره. اخويا عموما انا اشكرك جدا ردك مع الاخ وحبيب. لا ياسر انت من فترة يعني بعيدة وكثيرة وهواية على لهجتنا العراقية معايا، وما اظنك لحد الان ما عرفت احباب. لا يا اخوي انا اخوك، انا ما نزلنا شيء، لا المهيب هاي قدامك فوق 70 مرة طلبوني بس مكالمة وما رديت عليهم لا هو ولا البيرق، وما اعرف والله. وبالمناسبة والله انا ما محتاج الحزب، بس قلت أنا أعرف هذا الرجل معدن وأصلي وطيب، خليت حارش بيه أشوفه طيب وعسى وضعه إن شاء الله بخير. بس الحمد لله شفت وضعك زين، ولو ردك كان قاسي بس ما يخاف مقبولة من أخ وحبيب. وعموما أنا كلمتك مو على غرض، لا الله شاهد، بس على الأقل أنه بيناتنا احترام وبيناتنا تقدير وبيناتنا، لأن على الأقل أنه إحنا كبار بالعمر مو مراهقين، وبيناتنا تقدير. نحن ما ننسى انه انت صاحب كرم وصاحب شجاعة وصاحب اخلاق، هذا ما حد ما يتناقش به ولا احد يقدر يقول غير هذا الكلام. تحياتي لك اخوي ياسر. شنو اللي بدك يا اني حاضر، شنو اللي تبيه اني حاضر. عموما تبقى اخ وحبيب وصديق، مو بس باللعبة لا، اني كنت أتأمل أن يوم الأيام أجي للعمرة وأزورك. إن شاء الله يصير، يعني إن شاء الله طلعت إجازة أنا أجيك. لا تشيل هم، يجوز أنا مخطئ، فرحم الله أمري إن أهدى لي عيوبي، أكون ممنون وشاكر إذا أنت أهديتني عيوبي. السلام عليكم.